الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، فيما أحد مواقع التواصل يقوم أحدنا نقول أنك تكون مجموعات، فيرشح شخص لقراءة آية لمدة 7 أيام، ثم بعد ذلك يرشح شخص آخر بحيث أنه يقرأ هذه الآية ويسمى ترشيحي لتداول آية قرآنية، فهل مثل هذا جائز، مثل هذا العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن جملة مقاصد الشريعة إقبال القلوب على كتاب الله عز وجل وتدبره والإكثار من الإطلاع عليه وقراءته وتفهمه وتعقله والعمل به، وهذا المقصود له وسائل. فمن جملة ما ذكرته أنه يعتبر وسيلة لتحقيق مقصود شرعي. فإذا كان المقصود بقولك ترشيح شخص لقراءة آية يعني أنه يقرأها ويشرح معناها ويأتي بكلام المفسرين عليها ويكلف بذلك العمل واحد من أفراد المجموعة كل 7 أيام، فهذا من تدبر القرآن ومن تأمله ومن تعقله وتفهم معانيه، وكل ذلك يعتبر محققا لهذا المقصود الشرعي. فالوسيلة التي اتخذتموها وسيلة صحيحة لأنها توصل إلى مقصود صحيح، وهذا من باب استغلال هذه الوسائل في الخير. فإننا إذا لم نستعملها ولم نستغلها في مثل هذا الخير وأشباهه فإنها سوف تستغل في الباطل. فواصلوا في عملكم، إن كان مقصودك من قولك ترشيح شخص في آية كل 7 أيام أي بقراءتها وتجويدها وتعليم كيفية مخارج حروفها وتعليم معانيها وتدبرها وتعقل فوائدها، فهذا لا بأس فيه ولا حرج، بل إنه يعتبر من الاجتماع على قراءة كتاب الله عز وجل وتدبره الذي وردت فيه الأدلة الصحيحة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يقرؤون القرآن ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن المعلوم أن الاجتماع ينقسم إلى قسمين: اجتماع حسي حقيقي، وهي أن تجتمع الأجساد في بيت من بيوت الله أو في مجلس من المجالس يتدارسون القرآن ويتدبرونه، والقسم الثاني الاجتماع الحكمي، وهو اجتماع الأفراد في موقع من وسائل التواصل الاجتماعي كالذي يسمونه بالجروبات مثلا أو المجموعات الكبيرة، فهذا نوع اجتماع. فإذا اجتمع أفراد المجموعة على قراءة شيء من القرآن وتدبره ومعرفة كلام المفسرين عنه وتعليم كيفية النطق الصحيح وإخراج الآية من مخرجها الصحيح، فهذا أظنه من جملة الوسائل التي تحقق هذا المقصود الشرعي العام، وهي إقبال القلوب على القرآن، فلا بأس بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.